مكبوت 14 سينطلق إلى كوكب الأمامير. مكبوت 14. المنطقة كلاكيع هوائية بس حلوة تحكي ارمي مرمر دي عجباني يا يا سلام. هتستغنى عني انك تحبه؟ ما اقدرش خالص. هو كرميك زي من الشباك، امال الباب بتعمل ليه؟ ماشي مش مشكلة. احكي لك بقى ايه ده سليمان ايه راح ايه في مدينة داوود بقى، كانوا بيبنوا السور عمالين يرمموا فيه، ففي مرة سليمان بيتفقد الشغل بقى كده وعمال يبص شمال ويمين، لقى واحد اسمه ايه؟ اسمه يربوعام. يربوعام يربوعام ده كان راجل شاطر كده ولذيذ قوي، واضح انه كان امين قوي في شغله. ده كان ماله ده؟ فرح سليمان نده الراجل رئيس الشغل ده، قال له هو مين ده؟ فقال له واحد اسمه يربوعام. قال له ده امين قوي. قال له امين جدا، ده راجل كويس قوي. قال له تعالى خليه بقى هو من القاده والمسؤولين، وبقى ايه كبير خالص وبقى حلو قوي. بس في الوقت ده جه واحد نبي اسمه اخيا. اول مره اسمع الاسم ده. ما لسه تسمعي، ده من نبي جديد لسه طازه بعد الناثان النبي. فقال له ايه اخيه ده كان عنده توب جديد كده، توب قميص يعني؟ لا مش قميص، ما كانوش بيلبسوا قمصان زمان، عبايه إيه؟ يعني جلابيه. فده راح ايه شاف يربوعام، راح ماسك التوب بتاعه وقطعه 12 حته، 12 وجديد، وراح قال لي يربوعام خد 10 حتت. مش فاهمه. فيربوعام بص له ايه 10 حتت ايه بتاع، فقال له عشان انت يا ربنا يخليك تملك على 10 اسباط من اسباط اسرائيل. ايه ده؟ وابن سليمان هيملك على سبط واحد. كده يبقى 11، هو مش كانوا 12 سبط؟ كانوا 12، في سبط ال 12 ده بقى مفيش حد بيملك عليه، ده اللي هو سبط لاوي بتاع الكهنه، ده ما لهمش ملك، دول دايما يبقوا لوحدهم. فكان في 10 اسباط، قال 10 اسباط هيبقوا معاك يا يربوعام، وسبط واحد بس اللي هيقعد مع سليمان عقابا على سليمان عشان هو ما سمعش كلامه، عمل الشر وعمل الشر. وفاكره ايه قرتيها بتاعت ملوك الاول؟ لو عمل الشر في عينين الرب، في عينين الرب. فربنا قال له همزق عنك المملكه، عشان كده قصد يعمل مثال كده بتاع الجلابيه، بتاعه الجلابيه يعني. الجلابيه عامله زي شعب ربنا، اتقطعت 12 حته، 10 منهم راحوا مع يربوعام، وواحد بس راح مع ايه مع ابن سليمان اسمه رحبعام، هنسمع عنه بعد كده. المهم سليمان سمع بالحكايه دي وراح يعمل ايه؟ ايه؟ راح يقتل يربوعام. زي شاول الملك لما كان عايز يقتل داوود بالظبط. لكن ايه؟ حاول يقتله ما عرفش يقتله خالص، لانه يربوعام راح عمل ازاي؟ هرب على مصر. وراح هناك لحد ما سليمان مين؟ مات. بس نفس القصه، تشوفي ابتدى سليمان يعمل ايه؟ مش يعمل زي ابوه الكويس، ابتدى يعمل زي شاول اللخبط، ابتدى يعمل الشر، ابتدى يحاول يقتل يربوعام. طب يا حبيبي انت شايف ربنا اختار، اسمع كلام ربنا بقى، قول يا رب حاضر انا اسف، زي ما داود كان يعمل يقول لك ايه ارحمني الله حسب رحمتك. لا وكمان سليمان ربنا حذره مرتين مش كده؟ مرتين بس ما سمعش الكلام، وقعد يقدم ذبايح واصنام لمين ويعبد لمين؟ يعبد الستات اللي اتجوزوا، بتوع الستات. واتجوز كام فاكره؟ 700 ست و 300 ايه؟ 1000. 1000 حاجه كانت فجيحه فجيحه. وبعدين تعالي نشوف بس ايه اللي قدامنا ده. ايه بقى دي كده؟ لو حابين تعرفوا اكتر عن قصتنا النهارده هتلاقوها في الكتاب المقدس في الشاهد اللي قدامكم على الشاشه. اذا كان عندك اي سؤال او استفسار ابعت لنا على الايميل ده. مكبوت 14.